بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من محطة القصيم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، وردنا سؤال لأحد الإخوة يقول: هل الإيمان حسي أم معنوي؟ وكيف يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان عقيدة في القلب، عقيدة في القلب، وهو أمر معنوي لأنه من أعمال القلوب. نعم، وهو أيضا يظهر على اللسان وعلى الجوارح، ولهذا قال العلماء في تعريفه: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان. وأما أن العبد يجد حلاوة الإيمان، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا بلغ العبد هذه المرتبة وجد حلاوة الإيمان ووجد طعم الإيمان، واستقر الإيمان في قلبه وتلذذ به وانصبغ به، وصار الإيمان لباسا له وهو خير لباس. قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى كلمة جامعة تشمل الإيمان والإسلام والإحسان وكل مراتب الدين. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، على مقربة من الاختبارات والامتحانات، يقول السائل: من نصيحة والتوجيه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان لأداء هذه الاختبارات على الوجه الأكمل، وما الواجب على الوالدين تجاه الأبناء؟ نعم، الاختبارات الدراسية مقياس للتحصيل، ففيها حافز للطالب على المذاكرة وعلى التعلم. وإن كان الأولى به والأحرى به أن يكون له حافز من رغبته هو في العلم النافع، ولكن جعل الامتحان حافزا له من ناحية، وهو مقياس لمدركاته ومعلوماته، وهو أيضا عدل بين الطلاب ليتميز منهم المجد من المتكاسل، ليتميز منهم المحصل من غير المحصل. فالامتحان لا بد منه، ولو ترك الطلاب من غير امتحان فقليل منهم من يهتم بالدراسة والتحصيل. نعم، جزاكم الله خير. والواجب على الآباء أن يتقوا الله في أولادهم، وأن يحافظوا عليهم، وأن يعينوهم على طلب العلم وعلى تحصيل المعرفة، لأن ذلك من صالح الجميع، من صالح الولد ومن صالح الوالد. نعم،
أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. فضيلة الشيخ، هذا يقول: نحن نصوم أول يوم من رجب نظرا لبركة هذا الشهر، فهل ورد في صيامه أو أيامه شيء؟ هذا بدعة، صيام أول يوم من رجب أو قيام أول ليلة من رجب أو تخصيص رجب أو بعض أيامه بعبادة، هذا من البدع، لأنه لم يثبت في شهر رجب خاصية على غيره من الشهور. نعم هو شهر حرام ومن الأشهر الحرم، ولكن أن يجعل فيه عبادة مخصصة في بعض أيامه أو في أو قيام بعض لياليه أو صيام شيء منه، فهذا يعتبر من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم في روايات وفيها حديث، لكن كلها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة بعنوان بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، وفند فيها كل ما قيل من فضائل هذا الشهر خاصة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، التسويف في أداء العمرة والحج لمن قدر عليه وقد بلغ 35 ولم يعتمر ولم يحج، هل يلحقه إثم في تأخيره للعمرة والحج؟ الحج والعمرة واجبان على كل مسلم يستطيع في العمر مرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن فريضة الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، لما حث الناس على الحج قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كرر الرجل السؤال فأعرض عنه، وفي المرة الثالثة أو الرابعة قال: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. نعم. معنا اتصال مع الشيخ محمد بن علي الحمد الداعية الإسلامي المعروف. تفضل يا شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير شيخنا. جزاك الله بالخير. شكر الله لكم ونفع الله جل وعلا بكم. بارك الله. أقول سمحت الشيخ حفظك الله، ابتلينا الحقيقة في هذا الزمن في هذه الفتنة الحقيقة بسبب ابتعاد الناس أو فئام من الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في التشتت الاجتماعي، هذا يظهر في بعض المجتمعات ما بين الحقيقة شيخنا الكريم تخلي الأباء عن المسؤوليات وما بين عقوق الأبناء، فنجد الحقيقة أن الأباء أو أن بعضا من الأباء قد تخلوا عن مسؤولياتهم الشرعية التي أوكلهم الله جل وعلا بها في الحفاظ على الأولاد ورعايتهم وصيانتهم مما يدنسهم سواء بالأخلاق أو الأفكار أيا كانت توجهاتها. وفي المقابلة أحسن الله إليك نرى أيضا فئام من الأبناء الحقيقة وصلوا إلى درجة من العقوق لم تعرف فيما سبق، عقوق للآباء وعقوق للأمهات. فنأمل من أحدكم جزاك الله خير التوجيه حول هذا الموضوع، لأنني الحقيقة أرى أنه من الأمور التي ينبغي على يعني العلماء والدعاة وطالبة العلم والخطبة الصامع أن ينبهوا إليها. طيب. لا سيما أن مسألة الحقيقة الحفاظ على الأسرة مما جاءت بها الشريعة الإسلامية. جزاك الله خير. الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد شيخنا وحسيبكم على ما تقدمون. شكرا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، بارك الله فيك. نعم الأمور مربوطة بأسبابها، الصلاح له أسباب والفساد له أسباب،
والبر بالوالدين له أسباب، والعقوق بالوالدين له أسباب، فالواجب على المسلم أن يفعل الأسباب النافعة لصلاح أولاده. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كبر الوالدان واحتاج إلى الخدمة فإن الولد يبر بهما ويخدمهما ويوفر لهما ما يحتاجان إليه، وذلك لقوله: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ربياني، فدل على أنه لا بد أن يربي الوالدان الأولاد على الخير وعلى الصلاح والاستقامة حتى يبر بهما عند الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الآباء بالأبناء من الصغر، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعلوم أن التربية على الصلاة أنها سبب للصلاح، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومن لازم الصلاة أن يعلمهم الوضوء والطهارة وستر العورة وشروط الصلاة المطلوبة، فهذه تربية من الصغر، فهو يؤمر بها في سن التمييز مجرد أمر، وإذا بلغ العشر فإنه مع الأمر إذا تكاسل فإنه يضربه، واضربوهم عليها لعشر. وأيضا يراقب الأولاد في مضاجعهم فيفرق بينهم في المضاجع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إبعاد لهم عن فساد الأخلاق. فهذا دليل على العناية بالأولاد، وبالتالي هو دليل على تربية الأولاد على عدم الاختلاط بين الرجال والنساء مما يثير الفتنة ويثير الشهوة، فهذه تربية عظيمة ينشأ عليها الأولاد، وهذه أسباب لصلاح الأولاد. أما أن يهمل الأولاد حتى يكبروا كما هو الواقع الآن من كثير من الناس، فإنه لا يعرف أولاده، لا يعرف الوالد أولاده إلا إذا كبر وأراد منهما النفع وأراد منهما البر، فحينئذ يندم على ما فرط في تربيتهم، حين لا ينفع التفريط. ولو أراد أن يربيهم بعد ما يكبروا لم يستطع، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، فات الأوان. فلا بد أن يبكر الوالد مع أولاده بالتربية الحسنة على العبادة على الأخلاق، ويعلمهم عقيدة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا لا شك أن هذا يتعبه ويشق عليه، لكن لابد من الصبر على هذا، لابد من الصبر على هذا. ولهذا استحق الوالد من البر والإحسان ما يعجز الولد عنه، وإنما يؤدي بعضا مما يستطيع منه، وذلك لأن الوالد بذل مع ولده في حال الصغر ما بذل. كثير من الوالدين لا يهمه من شأن أولاده إلا أن يوفر لهما الطعام والشراب والكسوة والسيارة وأمور الدنيا وأمور البدن، لكن
لا يهتم بتربية القلوب، تربية الأعمال، وهذا هو الأصل وهذا هو المهم. أما تربية الأبدان فهذه قد تضر، وأما تربية القلوب فهذه هي التي تنفع. فعلى الوالدين أن يتنبهوا لذلك. ولذلك كثر في زماننا هذا العقوق، وكثر في زماننا هذا الاعتداء من الأولاد على أو على آبائهم، حتى قد يصل الأمر إلى القتل، إلى أن يقتل الولد والده، لأنه لم يربه على البر وعلى الخير وعلى الإحسان، فأصبح كأنه أجنبي منه، لا يعرفه أبدا من ناحية دينه ومن ناحية أخلاقه ومن ناحية تربيته على الخير، أهمله وضيعه، وإنما هو مشغول بدنياه وبتربية أمواله ومتابعة المكاسب، ولا يعرف حتى لا يعرف بيته إلا عند المأوى وعند المبيت، ولا يدري ما حصل فيه، مع أن بيته رعية هو مسؤول عنها، وصاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته. فالواجب على الوالدين أن ينتبها لهذا الأمر، والواجب على الأولاد أن يعرفوا قدر الآباء وواجب البر بحقهما. عليهم أن على كل من الوالد والولد أن يعرف واجبه وأن يبرئ ذمته نحو الآخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه الكلمات وهذه التوجيهات، وأرجو أن تجد آذانا صاغية وقلوبا شاهدة. وشكرا للشيخ محمد العلي على هذا السؤال. فضيلة الشيخ، معنا الأخ بندر من مكة، تفضل يا أخي بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. جزاك الله خير. مرحبا. أقول لك لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لشرط مؤخر الصداق عقد النكاح شرحا. نعم. ثانيا، وهل المبلغ يحدد بسقف معين؟ طيب، شكرا يا بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الصداق حق للزوجة، مقدمه ومؤخره كله حق للزوجة. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو حق للزوجة بموجب العقد، وهو أمر واجب عليه، ولا يجوز له أن يتهاون به أو أن يماطل به، مقدمه ومؤخره. وليس لمبلغ الصداق حد محدود، ولكن ينبغي ويستحب تسهيله وتيسيره. ففي الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير الصداق، لأن تصعيب الصداق والمبالغة في تكاليف الزواج مما ينفر من الزواج، وما كل الناس يستطيعون هذه التكاليف، فيجب أن تيسر المهور وأن يسهل أمر الزواج، لأن المسألة ليست مسألة مطامع، إنما المسألة مسألة الظفر بالزوج الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا مع الإخوة والأخوات في اتصالاتهم مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. الأخ أحمد معنا على الخط، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ صالح. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يا شيخ صالح، حنا في آخر الزمان في هذه ما يصير في هذه الديار والأيام هذه يعني، وإذا كان كذلك فما المخرج منها يا شيخ، وما السبيل إلى الانتساك بحبل الله المتين، وجزاكم الله خير يا شيخ. نعم، نحن في آخر الزمان أو في أول آخر الزمان، والله أعلم، هذا لا يعلمه إلا الله، لكن كل ما تأخر الزمان فإنه يقرب قيام الساعة وتكثر الفتن، والمخرج منها
هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن التمسك بالكتاب والسنة إلا بالتعلم الصحيح على أيدي العلماء الراسخين في العلم، وكثرة التعلم والتعليم، كثرة التعلم والتعليم للكتاب والسنة، فلا مخرج للناس من الفتن إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما سأله عندما تعظم الفتنة، قال له: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت أو يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو المخرج من الفتن. والحمد لله عندنا كتاب الله، وعندنا سنة رسول الله، وعندنا منهج السلف الصالح، فعندنا أسباب النجاة إذا تمسكنا بذلك. ولا نتمسك بذلك إلا بالعلم النافع والحرص على فهم الكتاب والسنة على موجب فهم السلف الصالح، بذلك ننجو بإذن الله من الفتن. بارك الله فيك يا شيخ. ناخذ اتصال الأخت أم محمد. تفضل يا أختي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا حضرة الشيخ عندي سؤال، الله يخليك. تفضلي. أقول لك، عندنا يعني جيراننا، نحن ساكنين في الدور الثالث، وعندنا جيراننا في السطح سوريين، بس على طول النهار يطقروا علينا، والبزور يجروا علينا نص الليل، فأنا أقعد يعني على السبحة أقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، هل علي ذنب؟ وأحيانا يعني أدعي عليهم كده من عصبيتي. بارك الله فيك يا أم، واضح السؤال، شكرا لك. قبل الدعاء عليهم لو ناصحتيهم وبينت لهم ما يحصل من أولادهم من الضرر لعلهم يكفونهم عنكم، فإن لم يكفي ذلك واستمروا على هذا فهناك سلطة تمنع المعتدي، وعليكم بالنصيحة أولا والإحسان إلى الجار مهما أمكن ذلك، فإذا تمادى في أذيته لجاره فهناك سلطة يرجع إليها في هذا الأمر. حقوق الجوار كثيرة فضيلة الشيخ، ما الواجب على المسلم تجاه جاره؟ قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فجعل سبحانه وتعالى للجار حقا من ضمن الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية، وبين صلى الله عليه وسلم أن الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق القرابة، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم له حق الجوار. فالجار له حق على كل حال، يجب على الجيران أن يعرفوا حقوق جيرانهم وأن يكفوا أذاهم عن جيرانهم ويحسنوا الجوار، فإن هذا من أخلاق الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. معنا أيضا الأخ ضيف الله، تفضل يا أخي ضيف الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك بالله يا شيخ. حياك الله. أريد أسألك سؤال عن طريقة شراء العقار من البنك. في بعض البنوك نعم
عندما اريد ان اشتري منها العقار. نعم. يشتري العقار البنك العقار لمده مثلا 10 ايام او 15 يوم يقول هذه لضمان الحقوق البنك، هل هذه الطريقه صحيحه ام خطا؟ طيب شكرا يا ضيف الله. والله شراء العقار من البنوك هذا له نظام عند البنوك، ولكن لا يجوز لاحد لا البنك ولا غير البنك ان يبيع شيئا إلا وهو يملكه قبل البيع. قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فيجب على البنوك أن توفر السلع التي تريد بيعها على الدائن على المدينين على المستدينين، أن توفر السلع في ملكها وحوزتها، ثم بعد ذلك تبيع على المستدينين، ويجب والمستدين لا يتصرف فيها حتى يقبضها قبضا تاما ويبيعها على غير من استدانها منه، يبيعها على طرف غير من استدانها منه. نعم. بارك الله فيكم. الأخ بندر من حائل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام يا شيخ، فيما يخص تسمية الأبناء بالأسماء بأسماء الظلمة والجبابرة أو بأسماء الأب إذا كان اسم الأب غير حسن أو غير جميل، هل يجوز الشيء هذا أو هل من البر أن تسمي باسم أبيك؟ جيد، شكرا. على الوالد أن يحسن اسم مولوده، هذا من حق الولد على والده أن يحسن اسمه فيختار له الاسم الحسن. قال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، فيختار الوالد لولده الاسم الحسن، هذا من حقه عليه، ولا يجوز أن يسمى أن يعبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الأمير وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، هذا حرام بإجماع العلماء أن يعبد لغير الله، بل يعبد لله سبحانه وتعالى، عبد الرحمن، عبد الله، عبد العزيز، عبد الحكيم إلى آخره. وكذلك يجنب الاسم المكروه الذي ينفر منه، يختار له الاسم الحسن، هذا من حق الولد على والده. نعم. أحسن الله إليكم. أبو هاني من الطائف تفضل. أخي أبو هاني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤال عن سيارات الإيجار تنتهي بالتمليك، هذه إذا جلست شهرين ما سددت يسحبونها الشركة من نفس الموقع وتبقى هنا، وما أدري هل محرمة والجائزة ما هو. بارك الله فيك، شكرا. يا أخي، البيع المنتهي التأجير المنتهي بالتمليك هذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه منذ سنوات، ونشر وأعلن، ولكن هؤلاء لا ينزجرون عما هم عليه، وهذه معاملة محرمة لا تجوز، لأن البيع أو الآجار المنتهي بالتمليك جمع بين عقدين مختلفين في الشروط والأحكام، وأيضا التمليك لا مجهول، لا يدري ماذا تنتهي إليه السيارة أو غيرها، لا يدرى ما ينتهي إليه حال المؤجر، فهو بيع مجهول وفيه ضرر وفيه استغلال للناس. نعم. أحسن الله إليكم. شرود الذهن في الصلاة وكثرة التفكير، هل يترتب على المصلي أن يعيد الصلاة؟ لا يجب عليه، لا يلزمه أن يعيد الصلاة، هو صلى. نعم. ولكن ينقص ذلك من أجره، وقد لا يكون له أجر في الصلاة إذا غاب قلبه في كل الصلاة بالهواجس، فإنه لا يكون له أجر، لكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى، وله من الأجر بقدر ما حضر قلبه، يكون له النصف، الربع، العشر، أقل أكثر من ذلك بحسب ما يحضر قلبه فيه. أبو صالح من نجران تفضل. أخي أبو صالح، أكسر التلفزيون شوي أبو صالح، تكره. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. يا شيخ، بس ابغى تسال الشيخ، انا والله دقيت واحد دهسته بالسياره بس ما هو متوفى في خط سريع بعد صلاه المغرب،
وهو من الجنسية الهندوسية. والحمد لله دخل في العناية والحمد لله بعدها تحول إلى بعد ما تحول من العناية تحول إلى المسالك والآن هو باقي ما يتكلم. هل علي إثم ولا علي كذا ولا هل أدعو؟ طيب. يعني ما عرفت علي إثم ولا إيش علي. واضح السؤال يا أبو. يا أخي هذه مسألة قضائية يرجع فيها إلى تقرير المرور ثم يرفع إلى المحكمة الشرعية وهي تنظر فيها وتخبرك عما يجب عليك. أحسن الله إليك شيخ. بعض الأخت تقول بعض المرات نسافر ونسكن في الشقق ولا يكون معنا سجادات وتكون الشقق مفروشة، هل نصلي عليها مع أننا لا نعلم مدى طهارتها؟ الأصل ولله الحمد الطهارة، فما لم تعلم أن هذا الفراش أو هذه البقعة نجسة فصلي عليها وصلاتك صحيحة والحمد لله، لأن الأصل الطهارة. نعم. يقول الأخت تقول الشيخ الذي شك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها لا يلتفت إلى الشك في الوضوء، ما دام توضأ بيقين فإنه لا يزول بالشك، الطهارة المتيقنة لا تزول بالشك والحمد لله. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه هل انتقض وضوءه أو لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل هذا على أن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. جزاكم الله خير. آخر سؤال للأخت تقول فضيلة الشيخ أنا ولله الحمد أحافظ على عباداتي ونوافلي وصلواتي، ولكنني أعاني من هذا الوسواس في الطهارة والصلاة مع أنني أكابده، هل صبري على ذلك يؤجر عليه؟ لا تصبري على الوسواس، ولكن عليك بالعلاج للوسواس. إن كان هذا الوسواس بسبب مرض نفسي فراجع الأطباء في ذلك، وإن كان هذا ليس مرضا نفسيا وإنما هو من الشيطان فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان. كل ما حصل عندك هواجس فاستعيذي بالله، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم ارفضي هذا الوسواس واعتمدي على ما قمت فيه وما مضيت فيه من صلاتك ووضوئك وغير ذلك من عباداتك. نعم. الشيخ صالح، لماذا عادة يعني نسأل كثيرا من بعض الأخوات بأن الوسواس يكثر في النساء؟ الوسواس له أسباب، إما أنه مرض نفسي وإما أنه من الشيطان، وعلى كل حال قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه جهله من جهله. الحمد لله عندنا العلاج، عندنا القرآن والسنة والأدعية والاستعاذة والتعوذات الشرعية والإكثار من ذكر الله عز وجل والورد في الصباح والمساء والمحافظة على الصلاة والإكثار من تلاوة القرآن، كل هذا مما يعالج به الوسواس مع رفضه وعدم الالتفات إليه. نعم. بارك الله فيكم. الأخ أبو مازن معنا على الخط، تفضل. أبو مازن. السلام عليكم. عليكم السلام. الخميس مشيت، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال الشيخ صالح؟ حياكم الله. بارك الله فيك ووفقك إن شاء الله لما فيه خير للإسلام والمسلمين يا شيخ. آمين. الجميع الله يسلمك. في طال عمرك بالنسبة للأسماء مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز، الآن طال عمرك يسميه عبودي، عزوز، دحيم، من هالتصغير، فهل من كلمة يا شيخ إذا طيب. كان يجوز أو ما يجوز؟ شكرا. الوالد لا يسميه بهذا الاسم، يسميه عبد العزيز، عبد الله، عبد الرحمن، لكن الناس الاستعمال يعملون هذه الأشياء، ولكن العبرة بالأصل، العبرة بالاسم الأصلي. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل المصيبة في المال تكون من غضب الله؟ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، سواء في المال أو في النفس أو في القريب أو غير ذلك، وكل مصيبة إنما تكون بسبب ذنب ارتكبه الإنسان، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. تفضل يا أخي أبو ماجد من الرياض. جزاك الله بالخير يا شيخ.
عندي سؤالين الله يطول في عمرك. مثلا لو أنا سجين ومسجون في دين وتوفيت وأنا في السجن على ذمة أني أطلع عشار، هل الدين يسقط إذا توفيت لا قدر الله؟ السؤال أنت ما مدة المدة التي أستطيع فيها خراج فك العشار؟ شكرا يا شيخ. أما إذا توفيت ولم تسدد الدين فهو باق في ذمتك حتى يسدد عنك من تركتك، إن كان لك تركة أو أن أحدا من أقاربك أو من المسلمين تحمله عنك وسدده، فبذلك تبرأ ذمتك. أما ما دام الدين لم يسدد فنفس المؤمن معلقة بدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يوجب الاهتمام بالديون وعدم التساهل في تسديدها والمبادرة مهما أمكن تسديد الديون. وأما قضية متى يخرج صك الإعسار فهذا عند المحاكم، تراجع المحاكم، أنا لا أدري عن هذا. أحسن الله إليكم. أم محمد من جدة، تفضل يا أختي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. بالله سمحت أنشد عن سنة اللي قبل المغرب، هي وارثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولا؟ طيب نعم، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فالصلاة بعد المغرب مباشرة حينما يدخل الوقت سنة مستحبة. كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري لصلاة النافلة قبل المغرب. نعم. السنن الرواتب الواردة في السنة فضيلة الشيخ صالح، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ركعتان قبل الظهر. نعم. وركعتان بعدها. نعم. أو أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. هذه السنن الرواتب التي مع الفرائض. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ سوداني يقول ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم وما حكم الإحرام في أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن أحرم فيهن بالحج انعقد إحرامه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عامل بوية يا شيخ للجدران، يقول يبقى على يدي هذه البوية أثناء الوضوء، هل يمنع ذلك وصول الماء إلى البشرة؟ نعم، لا بد من إزالة البوية لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، فعالج هذا وأزلها، ولها مزيلات معروفة. نعم. يقول في الصلاة أقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات وكذلك العصر وباقي الصلوات. الله جل وعلا أعفاك عن التلفظ بالنية، الله يعلم ما في قلبك ويعلم نيتك، فلا حاجة إلى أن تخبر الله أنك نويت كذا وكذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من أهل العلم المعتبرين أنه يتلفظ بالنية مع الفرائض، إنما هذا شيء محدث، شيء مبتدع. نعم. فضيلة الشيخ صالح، يصلنا رسائل كثيرة من بعض الأخوات عن قضية الدورة الشهرية وموعدها 7 أيام، تقول بعض المرات يستمر أكثر من 7 أيام ويستمر هذا الدم، ما الضابط في هذه الدورة الشهرية وكيف تصلي المرأة؟ الحيض له تقديرات. نعم يا شيخ. أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أيام أو 7 أيام، وقد يتقدم وقد يتأخر وقد يزيد وقد ينقص، لكن لا يتجاوز 15 يوما. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول ما حكم قراءة ما يسمى بحظك هذا اليوم في المجلات لمجرد القراءة والتسلية؟ هذه شعوذة وادعاء لعلم الغيب، ولا يجوز ترويج هذا الشيء، والواجب منع المجلات التي تنشر هذا إذا كانت تحت سيطرة المسلمين،
أن تمنع هذا، لأنه من التنجيم ومن الشعوذة ومن ادعاء علم الغيب، فهو محرم ومخل بالعقيدة. نعم. ننتقل إلى الأخ علي السائل. علي تفضل من جدة، تفضل أخي علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد أبغى الشيخ صالح. الشيخ صالح تفضل. عندي سؤال يا شيخ صالح. تفضل. نعم. سؤالي، طال عمرك عندي زكاة مال في تحل في رمضان، وعندي قريب ولد أختي عنده زواج وهو عنده راتب، لكنه المهر كثير والتكلفة كثيرة عليه، فممكن أعطيه من الزكاة بارك الله فيكم؟ نعم، لا بأس، يجوز تعجيل الزكاة عند الحاجة إلى ذلك. وإذا كان كما ذكرت أن هذا لا يستطيع الزواج إلا بالمساعدة، فساعده من الزكاة ولو عجلتها قبل تمام الحول. نعم. الأخ صالح من الرياض، تفضل أخي صالح. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو خالد، حي الله الشيخ صالح. الله يحييك الشيخ صالح. الله يحفظكم الشيخ صالح. ودي أسأل تعقيب على السؤال اللي قبل شوي بالنسبة لتعلق نفس المؤمن بدينه. نعم. وش يترتب عليه في القبر؟ يعني ما وش اللي تأخر عليه؟ وش اللي يحصل له في قبره بسبب عدم سداد دينه؟ يترتب عليه أنه يتأذى بالدين، أنه يتأذى بالدين وتشغل ذمته حتى يسدد عنه، لأن حقوق الآدميين لا تسقط إلا بأدائها أو بعفوهم عنها ومسامحتهم. نعم. الشيخ صالح، بقي شيء؟ فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال، يقول للأخ حدثونا يا شيخ عن الحياة البرزخية، وهل تكون مثل الحياة في حياة الإنسان، وهل تستمر حتى القيامة؟ يا أخي، الحياة البرزخية من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا نتكلم فيه إلا بموجب الدليل الصحيح، لكن نؤمن بها، نؤمن بالحياة البرزخية، نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر، نؤمن بهذا كما جاء في الأحاديث. وأما أننا نتكلم بشيء لا دليل عليه في أحوال البرزخ فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ الأخت السائلة، هل للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل إذا كانت مشغولة بأولادها وأدوات المطبخ؟ نعم، يجوز إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل هذا أصح، ولكن إذا كانت لا تنسى الصلاة أو تنشغل عنها فلا بأس أن تؤخرها في هذه الفترة إلى ثلث الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يقول، هل يجوز للشخص أن يبحث عن زوجة عقيمة لتكون زوجة له، لأن لديه الذرية الكافية، أكثر من 7 أولاد من زوجته الأولى، ويريد أن يقتصر على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم، في رواية مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالذرية مطلوبة وفيها خير لك وللمجتمع، ولا تكره كثرة الذرية، ورزقهم على الله سبحانه وتعالى، لا يخلق نفسا إلا وقد قدر رزقها وأجلها وعملها، وشقي أو سعيد كما في الحديث، فلا يهمك نفقتهم، رزقهم على الله سبحانه وتعالى، وأحسن النية. وأيضا لا تدري من الذي يبقى منهم، قد يأخذهم الموت تبقى بلا ذرية. نعم. معنا الأخ أبو سعد من أبها، تفضل أخي أبو سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ الله يحفظك، أنا نذرت نذر، نص النذر يا شيخ أني لو تأخرت عن صلاة الجماعة تسنن 10 ركعات. هذا يا أخي يعتبر مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، تكفر كفارة يمين ويكفي هذا، ولكن احرص على صلاة الجماعة واعمل الأسباب التي تعينك على صلاة الجماعة، ولا حاجة إلى النذر. نعم. بارك الله فيك.
هذا يستفسر عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، هذه الآية تدل على وجوب فعل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في الأمر، أنه للوجوب ولا يتحول إلى الاستحباب إلا بدليل يصرفه عن الوجوب. وليس الإنسان بالخيار إذا أمر الله ورسوله بأمر، فليس هو بالخيار إن شاء فعل أو إن شاء لم يفعل، بل هو ملزم بالطاعة وامتثال الأمر ما لم يدل دليل على أن هذا الأمر للاستحباب. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: من كيف يحقق المسلم التوحيد على الوجه الأكمل؟ يحققه بترك الشرك الأكبر والأصغر وترك الذنوب والبدع، هذا هو تحقيق التوحيد، وهذا أعلى درجة، هذا أعلى درجة. قد يكون الإنسان موحدا لكن لم يصل إلى درجة تحقيق التوحيد، فهذه ميزة عظيمة. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان في فتاوى على الهواء. أبو ركان من الرياض معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله بالخير. حياكم الله. الله يسعد مساك، طال عمرك. الله يسعد مسا الجميع. مرحبا يا شيخ. الله يحييك. الله. الله يطول عمرك. الله طاعتك. تفضل. الله يرفع درجاتك إن شاء الله. آمين آمين آمين. تفضل سؤالك يا الغالي. عندنا سؤالين، الله يطول عمرك. تفضل تفضل. نعم. السؤال الأول، طال عمرك، احنا يوميا نصلي على جنائز. نعم. وسألت الشيخ، قلت له: يا شيخ، ليش ما تعلن اسم الجنازة فلان الفلان؟ نعم، ما هو لازم هذا، لأنه طال عمرك بعد مضي العزاء نعرف أنه فلان الفلاني ونتحسر ما عزيناهم. إيه، لو أعلن يكون أحسن، ولكن ما يلزم هذا. يقول لا يجوز، يقول لا يجوز، ما يعني حرم الباب هذا، يقول لا تناقش فيه. لا يجوز، لكن ما هو لازم. طيب يا طويل العمر، والسؤال الثاني. نعم نعم تفضل. السؤال الثاني، عندنا إمام الله يجزاه خير مسجد الجبلين في حائل. لا تحدد. نعم تفضل. يأخر الصلاة دائم، صلاة الفجر يأخرها نص ساعة أو ساعة إلا ربع. طيب. بحجة أنه الجماعة يكتملون وينتظر تواجدهم. طيب. يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم، فإذا اجتمعوا يعجل الصلاة، وإذا تأخروا أخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وانصحوه عن هذا الأمر أن يعتدل، لا يسرع ويقيم الصلاة مبكرا فيحرم الناس من إدراك الصلاة، ولا يتأخر حتى يشق على الحاضرين، فيتوسط في هذا الأمر، ووفق الله الجميع. آمين. شكرا لكم. أبو عبد الله من جدة معنا أيضا على الخط، تفضل أبو عليكم. عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. تفضل. عليك. شيخ الله يحفظك، أنا أداوم يوميا من مكة إلى جدة. نعم. و يعني عودتي إلى جدة تكون متأخرة، يعني فبعض الأحيان أنام عن صلاة العصر، يعني ما أصليها إلا في وقت متأخر، فهل لي أن أقصر أو آثم بالنسبة لتأخير الصلاة؟ جزاك الله خير وشكرا. شكرا. ما بين جدة ومكة مسافة قصر، لأنها متقاربة، البنيان متقارب وليس بينهما مسافة قصر. وأما صلاة العصر فتؤديها في وقتها، ولا تنم وتترك صلاة العصر حتى تستيقظ من نومك، بل بادر بصلاة العصر ثم نم بعد العصر، حافظ على صلاتك. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، نبه الله عليها بخصوصها مع أنها داخلة في الصلوات لأهميتها. نعم.
قبل أن نختم هذا اللقاء معنا متصلة أم محمد من الطائف، تفضلي يا أم محمد. أم محمد، هي السلام عليكم. عليكم السلام. أقول نعم. أقول لك الشيخ، عندي واحدة معلمة مصرية، جنسية مصرية، إيه؟ درسني تديني دروس، بس مشكلتها هي حرمة كبيرة بس ما تصلي، إيش رأيك؟ هل يجوز؟ ما تصلي؟ هل يجوز تدرسني أو ما يجوز؟ هذه لا يجوز أنها تترك في بلاد المسلمين وهي ما تصلي، فكيف تكون معلمة؟ نعم، أحسن الله إليكم شيخ. عبارة الله ما رأيناه لكن بالعقل عرفناه، هل هي صحيحة؟ ما رأيناه يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة من القرآن والسنة، فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل، أما في الدنيا فإن الله لا يرى، لا يرى في الدنيا لضعف مدارك الناس، لا يقدرون على رؤية الله لضعفهم، أما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم ويتنعموا ويتلذذوا برؤيته سبحانه وتعالى. وقد عرف الله جل وعلا بالعقل وبالنقل وبالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وبالعقول والفطر. نعم، نسأل الله أن يرفع درجاتكم فضيلة الشيخ في الدارين، وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء على هذا اللقاء الطيب المبارك الذي استفدنا منه من توجيهاتكم ونصائحكم وفتاواكم. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لفريق العمل، شكرا أيضا لمحطة القصيم الذين أظهروا الشيخ من محطتهم من هناك، وشكرا لفريق العمل معي في الرياض، الزميل المخرج أحمد العتيبي أخرج لكم هذا اللقاء. يجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.